السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا على قناتنا. اليوم سنتحدث عن برنامج جد رائع واحترافي، برنامج جد رائع للعمل على الفيديوهات والذي يستعمله جميع اليوتيوبرز. نعم، إنه برنامج كين ماستر برو. ملحوظة، يوجد نوعان من برامج كين ماستر. بالنسبة لكين ماستر العادي هو برنامج أيضا برنامج جميل، لكن عيوبه تتجلى في تلك العلامة المائية التي تظهر في أسفل وأعلى وآخر الفيديو، كما أنه لا توجد به تأثيرات كما بالنسبة لبرنامج كين ماستر برو. بالنسبة لبرنامج كين ماستر برو، هو برنامج مدفوع يجب أداء ثمنه من أجل شرائه من متجر بلاي ستور، لكنني أنا سأقوم بتنزيل رابط التحميل في الوصف. إذن دعونا نتعرف على هذا البرنامج الاحترافي. سنقوم أولا بالدخول إلى البرنامج. أنصح الجميع بتحميل هذا البرنامج الذي سيغير حياتكم وسيغير طريقة تعديلكم على الفيديوهات إلى آخر. إذن نبدأ على بركة الله. سنختار مثلا فيديو، نقوم ونذهب إلى هنا ونكتب نعم. هنالك مجموعة من الخطوط والألوان إلى آخره، ثم أنيماسيون. بعد ذلك نذهب مثلا ونختار هذه الصورة ونقوم بإضافتها هنا لتظهر على الفيديو، ثم نقوم بإضافة تأثيرات جد رائعة. لاحظوا ما سنقوم بإضافة التلفاز، سيقوم الفيديو أو الصورة التي اخترناها بالظهور على التلفاز وبأشكال متنوعة، أو في الحاسوب والهاتف إلى آخره. كذلك هنا فوا، أي الأصوات. هنا مجموعة من الأصوات، يمكن اختيار صوت الطفل، صوت المرأة، صوت الرجل، وتغيير الأصوات كما شئت. كذلك إذا أردتم إضافة صورة مثلا في أول فيديو أو في آخر فيديو، تريدون إضافة تأثيرات عليها أو الخطوط أو إلى آخره. نعم، إنه برنامج احترافي، أنصح الجميع بتحميله. السلام عليكم.